مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك على الجميع وكل سنه وانتم بصحه وسلام. كيف ما تعودنا مع بعضنا بكلمه اللي بيحدث في كل عام نكون مع قصاب وليد الكاسح ومبين لكم اجواء العيد واستقبال عيد الكاسح لعيد اضحى المبارك اللي يحاولوا من خلال خدمات اللي قدموا فيها ان يساعدوا المواطنين في كل مكان. طبعا اول شيء نحب نوقفكم ان مقر قصاب وليد الكاسح قبل بوابه النواقيه وبعد الشيء، يعني بعد الشيء دغري حجيك حتقع على اليمين بعد عندك بوابه النواقيه، هذا اول شيء. حجو هنا تقوم العمل مفتوحين في خدمه 24 ساعه يقدموا خدمات المواطن. سمعنا اليوم ان هم دايرين خدمات رائعه للمواطنين والاضاحي في الوطني وفي الخارج باسعار تناسب الكل. كلنا عارفين بان هالسنه نزلنا للسوق شفنا الاسعار نار هالسنه، لكن في ناس ما زلنا كما احنا نقولوا بالعامي تخاف الله وتساعد في المواطن. اليوم عيد الكاسح دايرين خدمات جميله ودايرين اسعار رائعه، واهم شيء عندنا المواطن يكون متريح ومعيد واجواء رائعه. مع كلمة احمد العبيدي حنخش جوا داخل قصاب وليد الكاسح ونشوفوا اجواء عيد الاضحى المبارك. تيلي وحالك، كيف شفت السعي اليوم عند عيد الكاسح؟ شو رايك؟ والله ما شاء الله الاسعار في متناول الجميع الحقيقه، يعني اسعار معقوله جدا جدا. يقدر يسعر لي باي سعر تلقى لي تعيد، يعني بصراحه صح، يعني باي سعر تعيد، يعني عندك خلفيه على السعي انت؟ نعم شفت. ايش رايك فيه؟ كويس؟ لا ما شاء الله تبارك الله بصراحه، نشهد الله ما شاء الله تبارك الله. حلو، حق رسول الله وإن شاء الله يسكي صوت طيبين. وحقيقة والله بصراحة عيد الكاسح دير الموقف حتى من عمل أول دروا الموقف هذا، يعني جابوا لنا السعي هذا في تناول الجميع، يعني يقدر الواحد بأي سعر يقدر يعيد، بال 400 يقدر يعيد و 500 يقدر يعيد، بال هذا دير 750، وفي حقيقة كل واحد على حسب كل ما على جهدك تقدر تعيد بصدق. انت بخير ان شاء الله، وعيدك مبارك. تسلم يا ربي يحفظك. الله يسلمك، ومشكور على ثقتك في اللي بالحادثة تكون معك حتى السنه هذيك. كيف العام اللي كان؟ تسلم، وهذه القناه المفضله اللي عندنا، ربي يحفظك، عند الليبيين كلهم. يعني الله يسلمك، هذه قناتكم احنا منكمل كم، وانتم اخوتنا عيد الكاسح تمام بين عيش وملح. تسلم حميد، اليوم ما شاء الله شفنا السعي الخارجي والوطني وشفنا حتى الدجاج ما شاء الله قاعد زارق اليوم. تمام، وسمعنا على اسعار وعلى الخدمات، احكي لنا انت كيف شفت اجواء العيد السنه هذه انت؟ والله شو بنقول لك، يعني نحن اللي في جهدنا وفي استطاعتنا نقدر نديروه مع المواطن نديروه. طبعا نحن تجار، يعني مش معنى كلمه لا ناخذه في اعتمادات لا ناخذه في شيء، فهمتها؟ يعني يجيبوا التجار من برا يستوردوا ونشوفوا في احسن بضاعه في السوق نقدر نوفروها للزبون ونوفروا فيها. لا عرفتوا تمام، انتوا تاخذوا وتبيعوا. حلو، ناخذوا ونوفروا في احسن بضاعه للزبون، يعني نشوفوا، يعني التجار كلهم بعد يجيبوا بضاعه للسوق نشوفوا في احسن بضاعه عند من ونوفروا فيها للزبون، نحطوا عليها في مكسب قليل، فهمتها؟ ونوفروا فيها لهم خدمات، تدفع لي موبيكاش شيك مصدق، فهمتها؟ قلتوا نفس السعر؟ نفس السعر، لا ما عندناش فرق بكل، فهمتها؟ في اقبال استاذ الناس على الخارج واجد؟ ما شاء الله. ممكن الوطن يراق شوي السنه؟ لا لكن دايرين فيه تسعيره كويسه، نحن باذن الله، يعني شو نقول لك؟ اللي بيعوا فيه ب 1800 برا وب 1900 دايرين لنا ب 1450، واللي بيعوا فيه ب 1500 دايرين لنا ب 1250، فهمتها؟ يعني دايرين اسعار شبه اسعار جمله اللي ياخذوا بهن التجار ويبقلوا. نحن للزبون طول، فهمتها؟ ايوه، والحمد لله، يعني ربي يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. كل عام بخير حميد، وش عيدك مبارك، وان شاء الله يا ربي مع الناس. راي فزعتكم السنه هذه كيف كل سنه كويس للمواطن، مش كلنا تقدر تعيد بالوطني، فحتى خارجي كويس. انتم حاولتوا تقدموا خدماتكم لهم باش يجي ويلقى حاجته هو متريح، وباذن الله يعني نطمنهم كلهم، يعني حتى الكميه باذن الله تساع جميع، وما شاء الله الخير واجد. يعني سعيد قال انت اليوم عيد واحنا ما فيش مشكله، يعني الكميه اللي تشوف فيها قدامك هذه كميه كبيره قاعده عندنا في المزرعه برا، ونجيبه بالكميه البسيطه تكمل نفس الشيء ثاني يوم، يعني كل يوم ننزلوا في بضاعه جديده، كل يوم تكمل البضاعه ننزلوا بضاعه جديده، كل يوم تكمل البضاعه ننزلوا بضاعه جديده، وهكذا، فهمتها؟ انت بخير يا حماد، وعيدكم مبارك ان شاء الله، وانت بخير ان شاء الله.
حاب نأيد على الليبيين كلهم ونقول لهم كلام وانتم بخير، وان شاء الله ربي يلم شمل كام، وان شاء الله ربي يوحد ليبيا وتقعد أسرة واحدة. كان وصلت للعمود الفقري لمسته معناها ضعيف، كما لمستش لمستش اني كويس. شلون يا حمد؟ نفس الكلام نفس الكلام ان شاء الله، يعني معلمين من الله. ان شاء الله كان انت بخير وانت بخير، ان شاء الله ربي يعيدك مبارك، وان شاء الله تعيدوا هالبلاد ان شاء الله كلها بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. بارك الله فيك محمد، هيك شخص طيبين ان شاء الله. طبعا احنا عارفين ان اغلبيه الناس يحبوا يعيدوا بالوطني، لكن احنا كيف ما نقولوا حتى الخارجي وطني عند هلا. فتو بعضنا حنشوفوا شنو اسعار الخارجي واسعار الوطني، وشوفوا شنو الاسعار اللي عندهم. احنا عارفين هسه هذه في رقيه شويه في الاسعار، بس حنشوفوا كيف حيكون. بس هم اليوم كيف ما سمعنا ان ايت الكاسح داروا اسعار كويسه باش تكون في متناول الجميع. وجدنا، السلام عليكم. أخبار صحة؟ إن شاء الله كل عام أنت بخير. أول شيء إن شاء الله عيدك مبارك. طيب الله يسلمك وربي يحفظك. سلمك بارك فيك. أنا عودنا كل سنة معاكم في أجواء العيد، إن شاء الله ديما يا رب من العيدين بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين يا سيدي. بمناسبة العيد الأضحى المبارك عاد علينا وعلى أمة الإسلامية. الحقيقة الأضاحي مجهوداته والسعر بتاعهم مناسب يعني الحقيقة. وكل مواطن يقدر يعيد منهم يعني، ما لكن اللي ما يقدرش على الخارجي على الوطني يجي للخارجي يعني. ما نقولوا حتى الخارجي وطني عند هلا، كله واحد واحد. هي فكره في الاضحيه. بعض الناس يقول لا انا لازم اعيد بالوطني، ما فيش عيد بالخارجي، بس حتى الخارجي هو يعني هذا يعني هي الفكره، هي في اضحيه. صحيح. فاحنا انتم سادي ما شاء الله حاولتوا انكم تديروا اسعار مناسبه للجميع. لا اسعار مناسبه واسعار يعني يقدر كل مواطن يعيد منه، يقدر ياخذ بين يعني سواء على الشيك على السك على المكاش على نقدي كله يعني، سواء ما فيش مشكله يعني تسهيلات للمواطن هذين كلهم يعني. خدمات المصرفيه نفس سعر الكاش؟ نفس سعر الكاش، ما فيش اي لا ما فيش اي زياده وما فيش اي مشكله يعني. ايوه يا سيدي. بالنسبه لكميه الضحي، هل في كميه واجد ان الواحد يقدر يلحق ولا في كميه معدوده؟ في كميه اخرى حتى بعد ذي، في كميه اخرى يقدر يلحق سواء من الخارجي سواء من الوطني يلحق يعني لعند العيد، والله ثاني يوم العيد وموجود السعي يعني ما فيش مشكله. احلى سيلفي ما بين الاثنين ما شاء الله عليهم الرشيقين، الفنان رافع العكاوكي واخويا سعيد. هذا اسمه سيلفي الرشاقة. فو ما شاء الله كل عام وانت بخير، شو اخبارك؟ سعيد شنو حالك؟ شو اخبار الصحة؟ شنو دايرين؟ نسناكم ولا نستونا؟ والله نسنا بعضنا. رافع كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت بخير يا حبيبي. امين. سلمك. ايش الدين عند عيد الكاسح؟ والله طبعا الكاسح اصدقائي وعشرة قديمة واصحابه ووليد دائما في تواصل بيني وبينه و اليوم هكي جيت نزوره ونشوف الجو. هو من صحابي جاي لي كمين انا، قال لي غير تعال وهدر زمانك وهاوشينا وما شاء الله. ما قالش والله، كان قال لي ربي يجيك انا. ربي يحفظك. ابو عبد قول لي من جولتك اليوم كيف شفت الاجواء وكيف شفت السعي؟ والله ما شاء الله، ان شاء الله دائما التاجر يكون في حسن ظن المواطن والتعاون مع المواطن، والاسعار كويسه وقريبه للناس، وانت تشوف في سعر الحولي الوطني يعني هذا يعتبر حوليين بحولي الوطني، وان شاء الله الناس تواجد في هذا المكان وشوفوا الناس اللي عليه قبول على الحولي الخارجي. شنو حالك يا ضيري؟ شو اخبار صحتك؟ ان شاء الله كانت بخير. بخير. وان شاء الله بعيدك مبارك، ديما يا رب المعيدين فايزين يا رب ان شاء الله. اليوم ما شاء الله شفنا الاضاحي، الاجواء رائعه جدا. تحكي لنا هالسنه كيف استقبلتوا عيد الاضحى مبارك؟ والله ان شاء الله ربه يسترنا مع الناس كلها باذن الله. كل يوم ننزل في سيارة، نحن في الصبح مع 10-11 كل يوم تجي في سيارة. اسباني ووطني برا كيف ما تشوف، في عارف الوطني هذا برا بتاع 1400 ب 1700 1800 جيتها اليوم في شبنا. اليوم خط الوادي جيتها ب 1700 جنيه، ب 1400 و 1250 شيك تفعلي موبي كاش، كله نفس سعر الكاش واحد ما في زيادة.
كل خدمة واحدة، حديد نقبل أي حاجة نقبل فيها نفس سعر الكاش، فيش لا زيادة لا شيء. سباني 750 25 27 كيلو فيها الصقيل. اللواحي متوفرة موجودة بكمية ولا؟ والله عند العيد بإذن الله يومي ننزل، يومي بضاعة كلها درجة ولا بضاعة واحدة. بأي سؤال خارج نطاق الأسباني؟ دجاج شنقصة حاطينها في النص. زينة هذا المكان. هذا زيادة العيد. ان شاء الله كل عام بخير يا رب. شاء الله عيدكم مبارك، رب يحفظك ان شاء الله. سلم. تعال بعضا للجول وتعال نشوف هالشيء بالبركة، هذا هذا من الناس الطيبة. خير يا حويش؟ شحال الصحة طيب؟ طيب. شنو اخبارك؟ ان شاء الله كل عام انت بخير. طيب. شنو حالك؟ شنو حالك؟ شنو داير؟ شنو اخبار؟ شنو اخبار الصحة؟ سلمك. للنعام ما تلاقيه. للنعام. من عام لعام. الميزانة من 20 وفوق بالنسبة للميزانة، وبالنسبة للصحة قاعد قدامك شوف في قدامك. وسعي اسباني وفيه سعي روماني معانا. فهمتوا؟ خلط بس الأغلبية اسباني. واسعار مناسبة طبعا، اللي هي بسبعة ونص هو السعر. والوطني ما شاء الله يعني في ما شاء الله فيه ب 12 ونص وفيه ب 14 ونص. نحن الدبابة بتاعنا عبد الوطني. شو رايك؟ تعال عبد الوطني شوفوه. هو ليت هو الوطني وطني لا يعلى عليه، لا يعلى عليه، وحتى الخارجي وطني عند هلا، وطني عند هلا. صح صح طيب، حتى طيب صح. منور يا حميده والله. اسلم والله ما شاء الله. هذا هذا شنو هذا شنو؟ هذا ب 12 ونص. هذا ب 12 ونص وهذا ب 14 ونص. نحن اقل من السوق ب 300 جنيه بالنسبه لتاع 14 ونص. هذا تبع عندكم انتم هنا؟ نعم نعم نعم. نحن اللي مصبين له سعي هذيا، نحن اللي نعرفه فيه مصبين له. ان شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شنو سبب رقه الاسعار؟ يعني هو في حتى ما يقول لك والله حتى ب 1400 غالي. تمام. شنو سبب رقه السنه هذه؟ السنه هذه حسيت ان رقان واجد. سبب رقه الاسعار اللي هي اول شيء العلفه، وبعدين نحن السعي هذا نصرف عليه في عمال يبوا ايجارات. فهمتوا؟ وعلفه من هو عمره تقريبا اربع شهور هو يعلف. العلفه غاليه. العلفه غاليه. كم تاخذون فيها العلفه؟ والله هي اسوام اسوام تقريبا يعني كي. تقريبا 130 135 القنطار. يسد كم يوم يومين هيك؟ ما فيش القاها تو هذينا كم؟ هذينا 50 50 يصرفن في قنطار شعير في الصبح وفي العشيه، خطي الخرطان وخطي الميه والعمال وضروت بتحط انت مزبوط ولا؟ لكن احنا ما حطيناش، احنا درنا السعر المناسب اللي هو 1450. أول مرة نعيد على جنودنا البواسل اللي قاعدين على خط النار. إن شاء الله عيد مبارك وعيد نصر على الليبيين، ويتوحدوا الليبيين ويبقوا دولة واحدة إن شاء الله بإذن الله. والأخرى احنا جايين للوليد نتفرجوا على هالعياد السماح، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. ما شاء الله في خارج في وطني في حتى دجاج لقينا جوا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا مش أول سنة وليد السلام، تعدت مرات كل سنوات يدير فيهن، وإن شاء الله كل عام هو أسعار كويسة وخدمات كويسة تساعد بها في الناس. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، وإن شاء الله بعود عليكم أستاذ محمد، ويعلم الله أنك منور والله، منور الشاشة وجميع البرامج أنت فيهن. وبصدق يعني أنت شكلت تلاحم للليبيين كلهم صدق يعني، وربي يوفقك إن شاء الله ويعطيكم الصحة. اخبارك؟ شحال صح؟ طيبين؟ شنو حالك؟ شنو جو العام؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ اول شيء يعرفون عليك. ونيس المهدي بوزقهبي من قندول. وباكر ابراهيم ابو شلاغم من قندول، منطقه قندول. عبد السلام بسراده ابراهيم من منطقه العراق. الله يجزاك بخير. اليوم جايين هنا عند عيد الكاس صح؟ احكوا لنا كيف جايين هنا وكيف سمعت عن الموضوع؟
والله جايين ان شاء الله نقولوا نشروا في عياد عرفت وجايين معنا الحاج عبد السلام وجايين انا عند حسب السنويه مع حمايتنا احنا. تم صبر عندك ما شاء الله. تجون انتم قبل هنا وشايفين خدمات من قبل ايش رايك الخدمات اللي قدمتوها؟ والله خدمات محترمه وخدمات ممتازه. هو حتى هذه داير سعر الاضاحي الكاش نفس الخدمات الثانيه. معقول معقول. انت كل سنه تجوها هنا؟ كل سنه نجو. شنو سبب الصبر اللي قاعدين ماشيين هنا عندك؟ السبب انه هو راجل نتعامل احنا وياه، هو راجل معروف يعني العياد هذه ضروري هالمهن السبر هذه عياد من سنة وناخذوا فيه. هو كوليد الكاسة ووليد الكاسة راجل محترم وراجل يساعد حميدة وراجل يعامل فينا معاملة حسنة بالكاش بالشيكات عدي ومتى ما حصل الفلوس تعال وهذه كلها دار لنا. في بعض الناس يقول لك لا العيد ما ينفعش الا بالحذر الوطني ما ينفعش خارجي. شو رايك انت بالكلام هذا؟ والله يقول لك حاجه طبعا ما فيش كيف الا الوطني عرفت ولا لا؟ فهمت؟ حتى مش فرض الوطني؟ لا مش فرض مش فرض لا لكن افضل افضل حتى خارجي كويس. هي صح الحيمه الوطنيه حط على الفحم و لقيناها كويس لكن الخارجي احنا لو نلقوا المعامله من الخارج ما نبوهاش بك لا من الداخل لا من الخارج لكن الله غالب الظروف هذه يحكم علينا ان شاء الله يا رب زي افضل باذن الله تعالى وان شاء الله لا يمزج ان شاء الله ان شاء الله افضل ان شاء الله قاعد بخير خلاص شوف شوف الحواله جوا والدنيا هاي ربي يحفظكم ان شاء الله رعايه الله. شكرا ان شاء الله كان انتم بخير وعيدكم مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. كل العام وانتم بخير وجميع الشعب الكويتي العظيم بخير وجميع ابناء الامه العربيه والاسلاميه بألف خير ان شاء الله وينعاد عليكم بالخير والبركات باذن الله. اليوم اجواء كمان داخل وليد الكاس عشان دارين من الاجواء. بفضل الله تعالى للعام التالي على التوالي بدينا العام الماضي وفي عمليه تسويق الاضاحي. وتوفيرا للمواطن بسعر مناسب والعام هذا بدينا من الامس يوم السبت 18/7 وعمليه بسيطه وسلسه وسهله وجميع طرق الدفع متوفره بالحمد لله رب العالمين بدون زياده نفس سعر الصك نفس سعر الكاش نفس سعر الموبي كاش ادفع لي جميع خدمات مصرفيه متوفره حتى في حديد واحد بدري جاب لي سكاره مليانه حديد فلوس حديد فما فيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله وكل شيء متوفر وكل يجي المواطن يختار الاضحيه بتاعه وبعدين يجي ياخذ فاتوره من هنا ويخش يستلم الاضحيه بتاعه بشكل بسيط وسهل. بالنسبه لساعات العمل من الساعه كم لساعه كم انتم فاتحين؟ ساعات العمل نحن نبدا الساعه 8 لكن نقولوا من 8 ونص لعند الساعه 10 في الليل ان شاء الله قاعدين متواجدين الحمد لله رب العالمين. بعد من حديثي مع الشباب مع محمد وسعيد والحاج ان الاضاحي متوفره كميات كبيره باذن الله تعالى. بفضل الله تعالى متوفره الاضاحي العام هذا بكميات كبيره ومناسبه وليبي ضحيه او اثنين وليبي حتى يدس بعد العيد يحصل حوليين ثلاثه متوفره المهم كميات متوفره ما يخمم في شيء المواطن ان شاء الله. الله يعطيكم بخير بعيدكم مبارك وعلى من تعيد؟ نعيد على ابناء الشعب الليبي بالكامل. ونسأل الله الصلاح للبلاد والعباد بإذن الله تعالى ونترحم على شهدائنا الأبرار والحمد لله رب العالمين. ربي يعطيك الصحة إن شاء الله كنت بخير يا رب. Thank you.
مشاهدينا الكرام، بكي وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من متابعات شفنا اليوم اجواء عيد الاضحى المبارك مع قصاب وليد الكاسح. خشينا جو بكم احمد العبيدي وشفنا الاسعار ما بين الوطني ما بين الخارجي، وشفنا اليوم فرحه المواطنين بان لقوا ناس تساعد في المواطن في ظل غلاء الاسعار وظل اليوم غياب، يعني مش نقول غياب ضمير بعض الناس التجار، بس في ظل غلاء هالاسعار لقينا ناس تخاف الله وتساعد في المواطن. الجميل بان حتى الخدمات الموجوده جميع خدمات مصرفيه نفس سعر الكاش بالضبط، فانت تجي هنا عباره عن لقصاب وليد الكاسح وتاخذ منه كلمه تبيه بنفس سعر الكاش. المقال كما قلت لك من بدري قبل بوابه النواقيه، يعني هنا هذا الشيء اللي هنا وهذه بوابه النواقيه قدامنا. قال بوابه بالضبط حجيك على اليمين قصاب وليد الكاسح، نقول ان شاء الله كل عام وهم بخير. العيد عيدنا بتقربنا لله عز وجل، عيدنا فرحه عيالنا، مش لازم نعيدوا بالعيد الوطني، حتى الخارجي وطني عند هلا. الفكرة في الأضحية إن هي مش فرض، هي سنة نحن تعودنا عليها، نفرحوا بها عيالنا، نفرحوا بها الناس، نتقرب بها لله عز وجل. إن شاء الله كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كابتن أحمد العبيدي في الختام بكمل لنا غير سلام، انتم في رعاية الله، السلام عليكم.